مؤسسة الشهداء اليوم ترعى جميع شهداء العراق بغض النظر عن انتماءاتهم المناطقية والطائفية، ترعى شهداء جرائم البعث قبل 2003، وكذلك شهداء الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية، كذلك شهداء الإرهاب وجرح الإرهاب وجرح الأجهزة الأمنية وجرح الحشد. كل هذه الشرائح ترعاها مؤسسة الشهداء، وبصراحة الأعداد كبيرة جدا، قد تصل إلى أكثر من 500 ألف شهيد من مختلف الشرائح. وبالتالي اليوم مؤسسة الشهداء عندما تتعامل مع الشهداء تتعامل مع ذويهم. اليوم مؤسسة الشهداء قد ترعى أكثر من 3 ملايين مواطن عراقي من ذوي الشهداء والجرحى، وبالتالي هذه المسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق مؤسسة الشهداء. إحنا ما نتحسس من كشف أي مسؤول يعرقل حقوق عوائل الشهداء. أما ملف الموضوع الملفات المزورة، بصراحة هذا موضوع موجود مع الأسف، استغل المعقبين واستغل بعض المزورين بملف ضحايا الإرهاب. اكتشفنا احنا في مؤسسة الشهداء كثير من الملفات المزورة، وأيضا بعض الملفات تعود لإرهابيين مثبتين كشهداء وجرحى، تم إيقافهم مباشرة وتم إحالتهم إلى القضاء، وكذلك المطالب باسترداد الأموال التي استلموها. مؤسسة الشهداء حريصة على إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء حقوق الشهداء الحقيقيين، ولا نسمح لأي مزور بأن يدخل في ملف مؤسسة الشهداء. وبالتالي هذا الملف لا نتمنى أن تدخل به الأجندات السياسية، لأنه ملف مهني يحافظ على دماء الشهداء. وبالتالي الدعوات والصيحات التي تصدر من بعض السياسيين بأن مؤسسة الشهداء تعطل الحقوق، هذا غير صحيح. مؤسسة الشهداء حريصة على إيصال الحقوق لأصحابها، ولكنها أيضا حريصة بنفس الوقت على طرد المزورين وإخراج الإرهابيين من ملف مؤسسة الشهداء، وأن يكون مؤسسة الشهداء للشهداء الحقيقيين فقط الذين تعرضوا إلى الظلم والجور، سواء من زمر داعش والإرهاب أو من زمر البعث الموجود.